أعزائي أهلا وسهلا فيكم، معكم مطبخ منال وحلقة جديدة لعشاق الأكلات السريعة اللطيفة. هاي الأكلة إحنا ما حنبذل فيها مجهود، حنجهز كفتة مع صلصة الجبن الرزيزة جدا، والمجهود حيكون في الفرن. خلينا نبتدي خطوتنا الأولى ونشرح مع بعض شو بدنا نحتاج لهذه الوصفة. هحتاج حوالي نص كيلو من اللحم المفروم، سواء حبيت لحم الغنم أو البقر أو خليط منهم اللي موجود عندكم. حرش عليها رشة من الفلفل الأسود، ودايما بحب أنا أطحنه فريش، وححط الملح. هحتاج أحط لها بصل، هون أنا عندي بصل هاخد حوالي نصها، مش محتاجة كل البصلة هاي. وعشان بدي أعمل كفتة بحاول أخد بصل مبروش، أو إذا حبيته في محضرة الطعام تطحنوه ناعم جدا. أنا حبشر شوي على الكفتة مباشرة. يعني محتاجة هيك زي بصلة صغيرة بكفيني. وححرس عليها فص ثوم. حبتدي هالمكونات كلها مع بعض أقلبها وأدعكها كويس قوي لغاية ما تختلط عندي، وأحولها لكفتة. هبتدي أعزائي أضيف الأوريجانو والكمون والبهار المشكل، وعندي كمان النعنع الناشف. النعنع الناشف بيعطيني طعم كتير لطيف. هقلب هالمكونات كلها مع بعضها لغاية ما تندمج الكفتة بشكل مظبوط وتصير هيك ناعمة عندي. كل ما دعكت الكفتة مع بعضها كل ما اندمجت هيك بشكل ممتاز، والألياف تاعتها هيك تجمعت مع بعضها، وهذا مهم جدا. هيك الكفتة أصبحت عندي جاهزة. ببتدي أشكلها إلى كرات متوسطة الحجم، ممكن على قد حجم البيضة، مناسب جدا لعندي. حضغط على اللحمة بين الكفين لغاية ما تتشكل عندي على شكل كرة. إذا حابة تجهيز مسبق ممكن أكون مجهزة كرات الكفتة وحطاها بالفريزر وأستعملها لأي وصفة بدي إياها على السريع، بقدر أطلعها وأكمل الخطوات. إذا حبيت يكون عندي تجهيز مسبق ممكن أعمل كرات الكفتة بهذا الشكل وأخليها بالفريزر، وأي وقت بقدر أطلعها وأكمل الوصفة. شكلت الكفتة إلى كرات بهذا الحجم، ونشوف الخطوة التالية. أعزائي خطوتي التالية، في اللاي حسخن حوالي معلقة كبيرة من الزبدة أو السمنة أو الزيت حسب رغبتكم. حضيف كرات اللحمة وأشوحها لغاية ما يصير لونها ذهبي. Thank you.
هحرك كرات الكفتة لغاية ما تتغطى كل الجوانب. إذا كان سهل علي أعمل الحركة هاي ممكن، إذا لقيته صعب ممكن بالملقط هيك أبتدي أقلب كل واحدة على الناحية الثانية بهذه الطريقة. هاي الخطوة كتير مهمة عشان فعلا الكفتة يكون فيها طعم لطيف ولذيذ، ما تبقى كأنها مسلوقة سلق. لاحظوا كيف بقلبها بهالشكل. بلاحظ أعزائي كيف عملية التقليب هذه مهمة عشان الكرات اللحمة تاخد لون من كل الجوانب، ويفضل تكون النار عالية عندي وأبتدي أدحرجهم بهالطريقة. بعد ما اللحمة تشوحت عندي حشيلها أحطها في طبق جانبي. طبعا الريحة لذيذة وشهية جدا. خلوا بالكم أعزائي، هلأ اللحمة هون أو الكفتة ما استوت 100%، فقط أخذت التحمير اللطيف هذه. وبنفس القلاي حبتدي أشوف الخطوة التالية. إذا حسيت أني محتاجة أضيف مزيد من الدهن ممكن أضيف شوية سمنة أو زيت. أنا محتاجة النكهة اللي تكونت عندي من الكفتة، فعشان هيك بستعمل نفس القلاي. ببتدي أضيف البصل، وكمان أضيف فص ثوم مهروس هيك فريش، والزنجبيل حيعطيني طعم جدا رائع. في ناس ما بيحبوا او مش متعودين يستعملوا، بس انصحكم انكم تدخلوه في اطباقكم. هضيف بابريكا، فلفل اسود، وحضيف معجون الطماطم. هوني أنا عم بعمل صوص لطيف جدا، هو اللي حنطبخ فيه الكفتة. خلي هيك بس دقيقة يطلع عندي الدهن تاع الصلصة وتتسبك، بس مجرد دقيقة. محتاجة أرشلها رشة ملح. وحضيف حوالي 1 كوب من المي. شوفوا بقى هالطعم الرائع لهذه الصلصة. فكرتها كتير بسيطة، حسيب الصلصة تتسبك ل3 إلى 4 دقايق مش أكتر من هيك. إذا حابين طبعا تضيفوا قرن فلفل، حابين تضيفوا فلفل شطة، هيبقى طعمها أروع وأروع. حشيلها على النار ونشوف خطوتنا التالية. أعزائي خطوتنا التالية أني أنا عايزة أجيب طاجن، ممكن فخار أو طبق فرن اللي موجود عندكم، ممكن طاجن بهذا الشكل أو هذا الشكل، بيعطيني طعم كتير طيب بالفرن. بختار المقاس المناسب لعندي. في الطاجن برش شوية من جبن الموزاريلا أو أي نوع جبن أنتوا حابين تستعملوه، شوية من جبن الشيدر، وححط قطع اللحم الكفتة أقصد. يعني طبق رائع جدا جدا جدا، نفسي تجربوه لأنه شهي. أوكي، الصلصة اللي عملناها اللذيذة اللي تسبكت، شوفوا القوام قديش جميل. ببتدي أضيفها فوق هذا الطبق. يا سلام يا سلام. أتأكد إنها تخلخلت هيك حبات الكفتة، يتغطوا كلهم بالصلصة. أوه
ريحة التوم على فكرة بالزنجبيل مع هالتسبيكة هذه اللذيذة تحفة. أوكي حبتدي هلأ أوزع كمية وفيرة من الجبن قد ما بتحبوا، يعني لو حطيتوا كوباية، لو حطيتوا كوب اثنين اللي بتحبوا، كتروا جبنة. الجبنة هلأ حتسيح وتختلط مع الصوص بتعطيني طعم بيرفكت. وحضيف برضو كمية من جبن الشيدر، أقصد الموزاريلا. لاحظوا بقى الجمال، شوفوا قديش الكمية، حطوا كتير لأنها حتدوب زي ما قلنا. هلا اعزائي خلينا اتكلم عن طريقة طبخ هذا الطاجن. انا عندي هون الكفتة نص سوى، يعني ما استوت 100% والصلصة تسبكت، فبحتاج ادخله الفرن على درجة حرارة 180 لحوالي نص ساعة ليأخذ لون ذهبي لطيف، ونشوف بعد هيك كيف حيبقى شكله. أعزائي الكفتة أصبحت جاهزة، ريحتها بتشهي، ياريت فعلا تجربوها.